السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم قوى الشد على جسم معلق. المسألة هذه المطلوب احسب قوة الشد في كل خيط مستعينا بالشكل التالي. ننظر للشكل، لدينا جسم، هذا الجسم معلق بحبلين، الحبل الأول يشد بقوة تي 2 وهذا بتي 1، الزاوية هنا 30، الزاوية هنا 60، والجسم في وضع الاتزان، وهذه اف جي، الجسم في وضع الاتزان. إذا محصلة القوى عليه تساوي الصفر. الخطوة الأولى بنحلل كل قوة من قوى الشد إلى مركبتيها على المحور اكس. هذه المركبة تي 2 اكس، من رأسها بنرسم المركبة على المحور واي تي 2 واي. نفس الطريقة بنرسم المركبة تي 1 اكس، ومن رأسها بنرسم المركبة تي 1 واي. وما بننسى ان الزاوية هنا 30 والزاوية هنا 60. بعد ذلك بنطبق قانون نيوتن الثاني على المحور اكس او على المحور واي. بنطبق قانون نيوتن الثاني على المحور اكس، مجموع القوى على المحور اكس بده يساوي الصفر. ليش؟ لان الجسم في وضع الاتزان. برجع للرسم، مين على المحور اكس؟ عندنا تي 2 اكس في الاتجاه الموجب للمحور اكس، وعندنا تي 1 اكس في الاتجاه السالب للمحور اكس. تي 2 كوساين 30 هي عبارة عن تي 2 اكس. ليش ضربنا بالتلاتين بكوساين التلاتين؟ لانه تي 2 اكس تجاور الزاوية 30. سالب تي 1 كوساين 60 هي عبارة عن تي 1 اكس. منطبق ايضا معادلة قانون نيوتن الثاني على المحور واي، مجموع القوى على المحور واي بده يساوي الصفر. نرجع للرسم، كم قوة على المحور واي؟ عندنا تي 2 واي على المحور اتجاهها بالاتجاه الموجب، وتي 1 واي بالاتجاه الموجب، واف جي بالاتجاه السالب. لذلك وضعنا سالب ال 400 موجب تي 2 ساين ال 30 اللي هي تي 2 واي، موجب تي 1 ساين ال 60 عبارة عن تي 1 واي. الزاوية ما بننسى هون 60 وهون 30، هذه زاوية 30 والزاوية هون 60، فعلى الطالب الانتباه أثناء التعويض. هلأ ماذا نفعل؟ منلاحظ عندنا تي 1 وتي 2 بالمعادلتين مجهول، ماذا نفعل؟ ناخذ المعادلة رقم 1 ومنستخرج منها إما تي 1 وإما تي 2. إذا أنا بدي أخذ من المعادلة 1 أستخرج تي 1 بدلالة تي 2. إذا أخذت المعادلة الأولى، بديت من الصفر تساوي لموجب تي 2 كوساين 30 سالب تي 1 كوساين 60، بترتيبها بتطلع عندي هذه المعادلة اللي بتقول إنه تي 1 تساوي 1.73 تي 2. بعوض هذه في المعادلة رقم 2، نعوض في المعادلة رقم 2، نجي منعوض. هذا الصفر هي سالب الميتين زائد تي 2 في ساين الثلاثين، ساين الثلاثين النص موجب، هذه هي قيمة تي 1، هذه هي قيمة تي 1، وهذه قيمة الساين 60 بالمعادلة رقم 2. بالترتيب تطلع عنا تي 2 تساوي الميتين. حتى أحسب تي 1 بعوض بهذه، إذا فيني أسمي هذه معادلة رقم 3، بتصير عنا تي 1 وتساوي هذه القيمة. وانتهينا، بتمنى كون وصلت لكم الفكرة.